تعالوا بسرعة نروح للبنان والغزة. النهاردة بلغ عدد الشهداء في لبنان في الهجوم الإسرائيلي الوحشي على أهل لبنان 1247 شهيد و150 ألف نازح في لبنان. وحزب الله يعلن التصدي لطائرات حربية ويعلن استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية. الجيش الإسرائيلي بينشر جيش الاحتلال الإسرائيلي بينشر فيديو قال إن الفيديو ده لمهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في مناطق مختلفة في لبنان. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بيقول لجنوده استعدوا ربما ندخل إلى جنوب لبنان. اللي قدامنا في الشاشة ده رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وبيصنف من العديد من المحللين العسكريين انه اضعف رئيس اركان جه في اسرائيل. بيقول لجنوده استعدوا لدخول محتمل الى لبنان. وزير الاشغال اللبناني بدوره بيتوعد الجيش الاسرائيلي. وزير الاشغال اللبناني بيرد على كلام هيرتسي هاليفي. هيرتسي هاليفي رئيس الاركان الاسرائيلي بيقول لك احنا بنستعد لمناوره بريه والدخول للقرى التي حولها حزب الله الى موقع عسكري كبير. رد علي حميه وزير الاشغال اللبناني وقال نحن دوله ذات سياده، واي دخول بري للعدو الاسرائيلي الى اراضينا لن يكون نزهه. والكلام ده قاله قبل كده حسن نصر الله الامين العام لحزب الله اللبناني. زي ما شفنا الدم السوري والدم الدم اللبناني والدم الفلسطيني كلهم واحد، والإجرام والقصف أيضا مصدره واحد. الجيش الإسرائيلي الواحد مش عارف الايه منين ولا منين. يعني لبنان يا جماعة، لبنان دولة صغيرة، تتكلم في مساحة دولة مش كبيرة، انت مش قدام مصر ولا الجزائر، مساحة صغيرة، ولكن في كل المدن في لبنان دلوقتي في مجازر. يعني حي سكني كامل حولوا القصف الإسرائيلي إلى ركام، وارتقى في هذا الحي عدد من الشهداء وأصيب عدد آخر. كل ده كان في بعلبك في لبنان. تعال تشوف معايا على الجانب الآخر، إذا كان في قتل وقصف في بعلبك وفي البقاع وفي الجنوب اللبناني، هناك قصف آخر من حزب الله والمقاومة اللبنانية على إسرائيل. الإدارة الأمريكية بتمارس نفس الدور اللي قامت بيه مع دخول الحرب في غزة ما بين غزة والاحتلال الإسرائيلي للعام الأول. على مدار العام كانت أمريكا دايما تقول لك إحنا شغالين، إحنا بنحاول، إحنا بنبذل قصارى جهدنا، إحنا بنضغط على إسرائيل، في هدنة، في اتفاق قرب. و بقالنا سنة مفيش اتفاق، مفيش هدنة، مفيش تبادل للأسرى، ونتنياهو مكمل وبيسمع كلام المتطرفين في حكومته سموتريتش وبن جفير. وبنفس الصيغة بيتعاملوا مع الحرب في لبنان. امبارح كان في كلام على ان في مشروع هدنة، المشروع ده عمله الامريكان والفرنسيين ونتنياهو رحب بيه، ولكن دلوقتي نتنياهو بيقولك انا مش موافق على حاجة ومفيش هدنة. الكلام بقى بتاع الإدارة الأمريكية تعمل على مبادرة جديدة لوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله، رد علينا نتنياهو وقال مفيش هدنة ومفيش اتفاق ومفيش حاجة هتتغير على أرض الواقع. ردود متباينة، نتنياهو زي ما قلت لك نفى الموافقة على مقترح الهدنة مع حزب الله، وبابا الفاتيكان ليه تصريح بيعبر عن تضامنه في هذا التصريح مع الشعب اللبناني. بابا الفاتيكان بيعبر عن تضامنه مع الشعب اللبناني، وفي نفس الوقت الخارجية المصرية بتدعو المصريين لتجنب السفر إلى لبنان. بس هو في حاجة بسيطة كده عايزين نقولها للسيد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، عامل وزير، في مصريين موجودين بالفعل في لبنان، موجودين في طرابلس، في صيدا، في سور، في بيروت، موجودين في بعلبك، في البقاع، موجودين في كل مناطق لبنان، في منهم ناس في الجنوب. هتعمل ايه الحكومة المصرية عشان ترجع المصريين الموجودين هناك؟ يعني قبل كده ما قدرناش نرجع، او الحكومة ما قدرتش ترجع المصريين الموجودين في غزة، ولسه في مصريين الى اللحظة موجودين في غزة ومش عارفين يعبروا ال 200 متر دول ويدخلوا بلدهم لان اسرائيل ما اذنتش. وكان عار
وشكلكم كان عار وشكلكم كان مقرف لأبعد حد. طب يا ترى دلوقتي مش هترجعوا المصريين الموجودين في لبنان ولا هتقولوا لهم ارفعوا ثمن التذكرة الأول؟ يعني الدول بتحرك طياراتها، بتحرك بواخرها تجيب رعاياها، إنما احنا بنكتفي إن احنا بندعو المصريين لتجنب السفر للبنان. شكرا، برافو على بدر عبد العاطي، انت رائع، انت جميل جدا وملكش حل.